واخويا سمعنا البارح كنا مريحين في ديورنا تسمعنا الغاو جينا حضرنا هنايا تبان لينا القضيه معامره جينا نطلق دريرك دريس محمد تسمع وراه ذبح مرطو ما ذبح مرطو طلنا شفناك الشيء اللي شفناه الدري راه ما كناش عارفين انه غيدير هذا الشيء هذا راه معليش شنو كتعرف عليه انت؟ الله يعمر دار الدري عمرنا شفنا عليه شي حاجه خايبه الخدمه الدار خدمه الدار كيريح معنا هنا في السيكتور اما عرفت كيفاش كتاب اللي كتاب عليه دابا والله السي محمد الدريري تنعرفو راه صاحبنا كاملين فهمتي انسان ظريف هو راه السلام لما قلت السلام ما يقولش لك السلام فهمتي انسان حزوز يدوخ صغ راسو يعني هي كانت صدمه بالنسبه للساكنة بل هو عنده صدمه داك الشيء وزايد حاجه اخرى هو مربي فهمتي يعني هو مشكل وزايد تاني في الخدمه كان خدام مع خوالو على ما سمعت انا جراو عليه من الخدمه زاد شكلو وزايد حاجه اخرى دري مو زوجاته صغير داك الشيء هو تكرفس فهمت ما عاش ما دوش الدريات ما دوش بزاف هادشي اللي كاين هما بالنسبه لي هو انسان في شكل ظريف الله يعمر رضاه اخو هادشي اللي كنسمعوا على هاد السيد هذا كنعرفوا دري كيريح معنا البارح نيت قبل ما يوقع المشكل كان مريح معنا هو هذاك عادي تا واحد شويه ما راح في ديورنا ناعسين تا كنسمعوا داكشي اللي وقع السيد صاحب الدري صاحبي واحد الناريات كنا سمعنا الغوط في الدار سمعنا رس واحد الجاجه وداك الشيء ودخلت انا والدري شو مؤخرا المرضى يلاه رجعها فهمتي يلاه كان رجعها كان طلبت الوالده وداك الشيء مشاو عند دونيت طلبوه باش رجعوا لهم مرطو وداك